Abu Bakr? What's wrong, Abu Bakr? Why are you scared, Abu Bakr? Aren't you a Muslim? Aren't you a mu'min? Abu Bakr. القرآن الكريم سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه هي الآية التي يقولون أنها فيها فضيلة عظيمة لأبي بكر. أولا، هذه الآية المباركة في أي سياق قيلت؟ هل في سياق المدح أم الذم؟ لكي نفهم هذه الآية الكريمة بصورة صحيحة يجب علينا فهم السياق التي صيغت فيه. تعالوا معنا لنقرأ الآيات التي قبل هذه الآية لنشاهد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إلى آخر الآية. ماذا فهمت من هذه الآية؟ هل الله كان في مقام المدح أم الذم؟ واضح أن هذا الخطاب هو خطاب العتاب موجه للصحابة. لماذا هذا العتاب؟ نشاهد تفسير هذه الآية من كتاب ابن كثير. تفسير القرآن لابن كثير. صفحة 326. هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك. إذن هنا الله يعاتب الصحابة لأنهم تكاسلوا وعصوا أمر رسول الله حين طلب منهم أن ينفروا إلى الحرب في سبيل الله. نشاهد هذا المقطع. فلما ترددوا عاتبهم الله، وهذا العتاب للمترددين في كل زمان وفي كل مكان إذا دعت الحاجة لذلك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، وقلنا إن الاستفهام هنا استفهام للتقريع والتوبيخ والعتاب من الله سبحانه. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم ستنفرون في سبيل الله، والعمل في سبيل الله شرف، والجهاد في سبيل الله شرف، والموت في سبيل الله شرف. إذن في غزوة تبوك رسول الله أمر الصحابة بأن يخرجوا للحرب فلم يفعلوا. نكمل. ولذلك القرآن يعاتب الصحابة، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض. شوف الثاقلتم، يعني أنت زدت وزن على وزنك، انت بتضيف وزن على واحد بيتشبس، بتشيله وهو بيتشبس في الارض كده. ليه؟ هو رضوا، كما قال عز وجل ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. اثاقلتم الى الارض، ثم قال ارضيتم، وهذا استفهام انكاري ايضا، ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ يعني استبدلتم الآخرة بالدنيا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إذن الصحابة في هذه الغزوة ركنوا إلى الدنيا ونسوا الآخرة فعاتبهم الله. نكمل الآية. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويستمر التهديد والعتاب من الله للصحابة لأنهم تكاسلوا وتقاعدوا على الخروج إلى الحرب. نشاهد التفسير. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أي تكاسلتم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما لكم فعلتم هكذا، رضا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة.
ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة فقال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم توعد تعالى من ترك الجهاد فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أي ولا تضروا الله شيئا بتوليكم عن الجهاد وتثاقلتم عنه والله على كل شيء قدير أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. يقول تعالى إلا تنصروه أي تنصروا رسوله فإن الله نصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله. هنا رسول الله يقول للصحابة إذا لم تنفروا إلى الحرب سيعذبكم الله عذابا شديدا وحتى وإن لم تخرجوا للحرب فالله قادر على نصرتي. ويقول لهم الله إذا لم تنصروا رسولي في هذه الحرب وهذه المحنة فأنا وحدي قد تكلفت بنصرته من قبل ويذكرهم بواقعة الغار. نشاهد هذا المقطع. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا لا تضروه زي ما قلنا أيوة أي يشاء يذهبكم أيها الناس قادر ولا لا أي يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا أي يشاء يذهبكم يبقى قادر يذهبكم ولا لا ويجيب حد تاني وبعدين يقول ولا تضروه شيئا تضروه الضمير قالوا عائد على الله تبارك وتعالى لأنكم لن تبلغوا ضره أو تضر النبي بتخلفكم عنه افرض أنتم ما قتلتوه سينصره الله ولكن الآية اللي بعدها قال بقى إيه لما قال والله على كل شيء قدير يعني قادر أن ينصره بدونكم وقال افتكروا بقى اللي حصل قبل ذلك إلا تنصروه فقد نصره الله يعني إلا تنصروه الآن والكلام ده قلنا في 9 هجرية فقد نصره الآن في الهجرة لما كان الكلام ده كان في سنة 13 تقريبا من البعثة تمام يعني في ظرف الهجرة كان شسعة كان دي بداية الهجرة إلا تنصروه فقد نصره الله مش عايزكم خالص. إذن حرب ثبوك كانت في السنة 9 هجرية والله سبحانه وتعالى يذكرهم بأنه تكلف بنصرة نبيه حين خرج إلى الهجرة وكان في الغار. نشاهد التفسير. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله. إذن من كل هذه الآيات نفهم أن الله عز وجل ذكرها في مقام الذم والتقريع للصحابة الذين تكاسلوا وتقاعدوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك وأرادوا الدنيا وتناسوا الآخرة وأن هذا التكاسل والتخاذل وعدم نصرة النبي لمجاهدة الكفار يستوجب لهم العذاب يوم القيامة وأنه باستطاعته أن يبدل قوما غيرهم وأن هذا التخاذل لا يضر الله شيئا لأنه يستطيع أن ينصر النبي صلى الله عليه وآله وحده. ثم ذكر لهم مثال حي كيف أنه تكلف بنصرته وأنه قادر على نصرته وحده وأنه غني عن العالمين في حادثة الغار وكيف تجلت عظمة الله لنصرة النبي وقال في الآية الكريمة شاهدوا معي إلا تنصروه فقد نصره الله يعني الله عز وجل يقول عن نفسه أنا وحدي قادر على نصرة نبي بدونكم ولا أحتاج إلى أحد لأنه غني عن العالمين وهذه النصرة تجلت حين كان رسول الله في الغار وهي من أصعب الظروف وأشدها التي مرت على رسول الله. ثم بدأ الله عز وجل يبين للصحابة كيف تكلف بنصرة نبيه في تلك الهجرة قائلا لهم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يعني يقول أنا تكلفت بنصرة نبي حين أخرجه الكفار وكان معه شخص واحد ودخل إلى الغار حيث حوصر من خارج الغار بالكفار يريدون قتله ولم يكن للنبي أي ملجأ يلجأ إليه أو منفذ يفر إليه وكان في معاناة شديدة وخطر عظيم خارج الغار. ثم قال لهم الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أي أن النبي أصبح في معاناة أخرى غير معاناة الكفار الذين كانوا في خارج الغار يريدون قتله. هذه المعاناة هي مع الشخص الذي كان معه في الغار الذي أوشك أن يوقع بالنبي وهو في الغار والنبي يحاول تهدئته وإقناعه بأن الله لن يترك نبيه وهو قادر على نصرته. وبعد أن بين الله حال النبي من خروجه إلى وصوله إلى الغار والمعاناة التي مضى بها وكيف أنه حوصر في الغار بين لهم كيف تجلت قدرة الله وبأنه قادر على نصرة نبيه
رغم كل هذه المعاناة قائلا: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وهذا هو التفسير الواضح والصريح للآية القرآنية، لأن سياق الآية كله سياق التقريع للصحابة الذين تقاعسوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وآله، وأن عدم نصرتهم له لن يضر الله شيئا، لأن الله هو القادر على نصرته وغني عن العالمين، بدليل حادثة الغار التي لم ينصر أحدهم النبي صلى الله عليه وآله غير الله سبحانه وتعالى، في حالة كان يعاني النبي فيها من انحصاره في الغار وممن هو خارج الغار وهم الكفار الذين أرادوا قتله، وممن هو في داخل الغار وهو أبو بكر الذي كان يريد فتح مكان النبي صلى الله عليه وآله ويكشف للكفار مكانه، وهذا ما سنراه من بعد إن شاء الله. نكمل سياق الآية: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ويكمل سبحانه وتعالى خطابه إلى الصحابة ويقول لهم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعد هذا يتضح من الفهم الصحيح للآية القرآنية أن الآية تهدف لضرب مثال واقعي لتفرد الله لنصرة عبده وغنائه عن العالمين، وأن تقاعس المسلمين لن يضر الله شيئا، فكان هذا المثال جامعا للمصائب التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وآله، والتي منها وجود أبي بكر معه في الغار ومع ذلك نصره الله. إذا النتيجة أن الناصر الوحيد للنبي في الغار هو الله سبحانه وتعالى، وهو قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله. هل هذا الاستنتاج من خيالي؟ أبدا والله. لنشاهد أحد علمائهم ماذا يقول. تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور جزء العاشر، استئناف بياني لقوله: ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، لأنه نفي أن يكون قعودهم عن النفير مضرا بالله ورسوله، يثير في نفس السامع سؤالا عن حصول النصر بدون نصير، فبين بأن الله ينصره كما نصره حين كان ثاني اثنين لا جيش معه، فالذي نصره حين كان ثاني اثنين قدير على نصره وهو في جيش عظيم، فتبين أن تقدير قعودهم عن النفير لا يضر الله شيئا. والضمير المنصوب بتنصروه عائد إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإن لم يتقدم له ذكر لأنه واضح من المقام، إلى أن يقول: إلا تنصروه فهو غني عن نصرتكم بنصر الله إياه، إذ قد نصره في حين لم يكن معه إلا واحد لا يكون به نصر، فكما نصره يومئذ ينصره حين لا تنصرونه. كما شاهدتم نفس كلامي أن الله هو من تكلف بنصرة النبي، وآية الغار ذكرها الله ليبين للصحابة أنه قادر على نصرة النبي وحده ولا يحتاج لا إلى جيش ولا أي شخص. ولكن كما تعلمون أن أهل السقيفة نفخوا آذاننا بأن أبو بكر كان ينصر النبي صلى الله عليه وآله قبل دخوله إلى الغار، بل وحتى حين كان في الغار. نشاهد هنا على باب الغار يقف الصديق انتظر يا رسول الله، لما يا أبا بكر؟ لأستبرئ لك الغار. يتحسس الصديق في ظلمة الليل ثقوب الغار وما فيه من حفر ويسدها، كلما وجد ثقبا سده حتى اطمأن إلى أن الثقوب التي تحسسها قد أغلقت جميعا، ادخل يا رسول الله. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد مهد الصديق له وطاء أو فراشا، فينام النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذ الصديق، وينام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيتحسس الصديق بيده فيرى ثقوبا ما زالت على حالها، تقول الرواية: فيمزق الصديق من ثيابه ويسد هذه الثقوب، فلما طلع النهار إذا بالصديق وليس عليه قميص، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أين ذهب قميصك يا أبا بكر؟ فقال: سددت به الثقوب يا رسول الله حتى لا يخرج عليك منها شيء، لعل فيها حية أو عقرب فلا تؤذيك يا رسول الله. قال: في هذا البرد يا أبا بكر؟ قال: نفسي فداء لك يا رسول الله. أبو بكر يسد الثقب في الغار ويهيئ لرسول الله فراشا لكي ينام، تبين أن أبا بكر كان شريكا لله في نصرة رسول الله. إذن هذا الفعل من أبي بكر يعتبرونه نصرة لرسول الله. فعلا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. طيب، من يخطط مسألة التموين؟ يحتاجون طعام وشراب ولبن، أبو بكر دبرها. طيب، من يكفل لنا مسألة الأخبار وش اللي حصل في مكة؟ أبو بكر دبرها. طيب،
من ممكن يأتي وآنسنا في الليل ويجلس معنا؟ أبو بكر دبرها. ماذا فعل أبو بكر؟ اتفق مع مولاه عامر بن فهيرة أن يأتي بالغنم يرعاها، ما حد يشك فيه، راعي يرعى غنم في جنوب مكة، ما حد يشك فيه، لكنه يتأخر في الرجوع، فإذا أظلمت الدنيا يحلب اللبن ويأتي به يشربهم في داخل الغار. طيب من يأتينا بكباب وكوكولا؟ أبو بكر دبرها. طيب من يأتينا في المساء بأفلام؟ أبو بكر دبرها. ما هذا الهراء؟ ما هذه المهزلة؟ هؤلاء نسوا بأن الوحيد الذي تكلف بنصرة رسول الله هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قلتم بأن أبا بكر نصر رسول الله ولو بكلمة فأنتم تكذبون الله الذي قال عن نفسه بأنه هو الوحيد الذي تكلف بنصرة نبيه. فكيف تقولون أن أبا بكر نصر النبي في الغار؟ هذا يناقض صريح الآية ويناقض الغرض الذي لأجله ذكر الله هذه الآية. فكيف يقال أن أبا بكر اشترك مع الله في نصرة النبي في هذه الحادثة؟ إذا قلتم هذا تكفرون بالآية وبقول الله وتجعلون له شريكا في نصرة النبي، وهذا هو الكفر بعينه، لأن نفس هذه الآية صريحة في ذم أبي بكر وذم موقفه وحزنه قائلا لا تحزن. إذن الآية في مقام بيان عظمة المأساة وتكالب المصائب على النبي وفقدان الناصر للنبي، وحين لم ينصر النبي تجلت بذلك عظمة قدرة الله، وهي العلة من ذكر إذ التي بمعنى حينما، فصارت كلمة إذ المكررة التي تعني حينما بداية لمأساة جديدة مضافة لمأساة سابقة في الآية الشريفة، ويتضح معناها بإبدالها هكذا. شاهدوا معي: إلا تنصروا فقد نصره الله، المأساة الأولى حين أخرجه الذين كفروا، ثانية اثنين المأساة الثانية حين كان في الغار، المأساة الثالثة حين قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فصارت كلمة إذ المكررة التي تعني حينما بداية لمأساة جديدة مضافة لمأساة سابقة، فكان وجود أبي بكر في الغار وحزنه مأساة للنبي فوق كل تلك المآسي. هل هذا استنتاج من خيالي؟ لا، نشاهد أحد علمائهم يقول نفس كلامي. تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور جزء العاشر صفحة 203 إلى أن يقول: وتلك السكينة هي مظهر من مظاهر نصر الله إياه، فقد نصره الله فأنزل السكينة عليه وأيده بجنود حين أخرجه الذين كفروا، وحين كان في الغار، وحين قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن أبو بكر في هذه الهجرة لم ينصر رسول الله أبدا، بل كان عبئا على رسول الله وسبب له مأساة في الغار، وكان يريد أن يدل الكفار على مكان رسول الله. ستقول مستحيل هذا يقع، سترون ذلك إن شاء الله، وسترون لماذا كان حزينا. الآن سيقول قائل: طيب هل هذه الأحاديث في فضل أبي بكر في الغار كذب؟ أقول نعم وألف نعم، هذه أحاديث مكذوبة من أبي بكر ومن أتباع أبي بكر لكي يعطوا لأبي بكر دورا في هذه الهجرة وينقذوه من المصيبة، لأن أبو بكر في هذه الهجرة انفضح مرتين. المرة الأولى حين خان برسول الله وقال للكفار بأنه خرج للهجرة، والخيانة الثانية هي التي فعلها في الغار. بالله بمحمد العلي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.